نعم، لقد أثر في هذا الوباء الذي اكتسح العالم، أثر في على مستوى الكتابة، لأنني كنت قد قررت أن أخصص كما تعودت فترة ربيعية لصياغة كتاب جديد أو للبدء في صياغة كتاب جديد، ولكن حدث ما حدث فوجدت نفسي محبوسا في ذلك المكان الذي تعودت أن أختلي فيه. حاولت أن أقوم بالشيء نفسه الذي تعودت أن أقوم به مع كل كتاب جديد، لكنني وجدت نفسي في حالة نفسية مختلفة. أيضا الحدود بين منعت من الحركة، الحدود بين الدول لم تصبح مفتوحة، مما يعني أنه أي مصدر أو مرجع تحتاجه لاستكمال بحثك فأنت ممنوع عنه. أي كتابة إبداعية راهنية يعني مرتبطة بهذه اللحظة هي مآلها إلى الإخفاق في نظري. لكن على المستوى الشخصي استثمرت هذه الفترة الحجر الصحي في أنني قدمت محاضرات عن بعد لطلابي. لأول مرة اكتشفت أنني مطالب بتقديم محاضرات صوتية، وكنت أسمع لنفسي واكتشفت أنني قدمت مادة مهمة يمكن استثمارها في كتاب مستقبلا، وهذا ما قررت فعلا. اتصلت بالناشر وقلت له إنني سأفكر أو إنني سأشرع في إنجاز كتاب أستثمر فيه ما قلته في هذه المحاضرات لأنها مادة مهمة. هي فعلا هذه الجائحة لها تأثير سلبي على مستوى النشر، على مستوى الطباعة، هذا شيء لا شك فيه، لأن النشر هو مسألة تجارية واقتصادية إيجابية، وأنا شخصيا هكذا أنظر إلى الأمور. شكرا لك.